كلمة الشكر والتقدير من سعادة الدكتور خليفة بن جاسم الخويري من دولة القطر من دولة قطر فليتفضل مشكورا. Next, I would like to call upon Dr. Khalifa Jassim Al Kuwari, the advisor of the ministry, Qatar, to address congratulatory speech. Please welcome. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه سواجي كاب واي فوم دي جاي إذا فهمتم أو أترجم لكم أنا سعيد في هذه اليوم حقيقة ونفرح بفضل الله بعد أن انقطع هذا اللقاء المبارك تقريباً سنتين أو ثلاث سنوات لجائحة كورونا حرمنا من هذا اللقاء مع أبنائنا وبناتنا الطلاب الخريجين ونحن اليوم كما يقولون في ميدان الجملة نحتفل بالدفعة 17 هنا لكن في الواقع نحتفل بالدفعة 16 و15 كذلك فهذا لقاء طيب مبارك برفع الوباء والبلاء وبهذا اللقاء واستئناف هذا اللقاء نسأل الله لا ينقطع معالي الدكتور محمد نور فضيلة الشيخ إسماعيل لطفي وجميع الحضور الحاضرون والحاضرات نشكركم على التقدير لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بما قدمتم من هذه الهدية وأيضا نيابة عن إخواننا في قطر الخيرية على ما أهدي لهم هذا تكريم لعمل قليل التكريم كثير ورمزيته أكثر وأكبر أنقل لكم جميعا تحيات وسلام وتهنئة ومباركة سعادة وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الأستاذ الفاضل غانم بن شاهين الغانم وسننقل له انطباعاتنا عن هذا الحفل الكريم نهنئكم أيها الأخوة والأخوات أنتم وعوائلكم الكريمة هذا التخرج وأنتم اليوم خرجتم من عهدة جامعة فطاني ودخلت جامعة فطاني كعهدة لديكم تحملون فكرها وعلمها ومنهاجها إلى المجتمعات التي تنتمون إليها أنتم اليوم وبعد هذا اليوم أنتم سفراء ورسل هذه الجامعة إلى بلادكم إلى مجتمعاتكم تحملون العلم والثقافة وتحملون السلم والسلام المجتمعي أنتم تدرسون في هذه الجامعة منهج السلم منهج الأمن منهج السلام وهذا منهج مقصود لما شهدته هذه المنطقة وهذا الإقليم من أحداث تاريخية غير جيدة فأنتم أيها الأخوة أيها الأبناء أيها البنات الفضلاء تحملون منهج أساتذتكم الذين عاشوا معكم 4 سنوات في قاعات الدراسة يحملون همكم يحملون هم العلم يحملون هم الأمن والسلام لابد أن تدعو لهم وتشكروهم في كل وقت وأنا حقيقة أشكر هذه الهيئة الهيئة التعليمية والهيئة الإدارية في هذه الجامعة على هذه الجهود في ضيق اليد نحن نعلم ما على الجامعة من ديون تتحملها ويتحملها الأساتذة ويتأثر هؤلاء الأساتذة والإداريين والإداريون بهذا ضيق اليد خاصة في موضوع الرواتب نحن نعلم هذا لكن هذا يبذل في سبيل الله عز وجل علما وتربية وتعليما فلهم الشكر على رسالتهم وعلى صبرهم وتحملهم هذه المشاق أيها الأخوة الأفاضل أنتم نتيجة وثمرة هذه الجهود فأحسنوا إلى جامعتكم
سمعتها علمها منهاجها كما أحسنت إليكم تعليما وتربية ومنهاجا. أشكركم شكرا جزيلا وأتمنى لكم إن شاء الله حياة وحياة أسرية وحياة عملية أيضا حياة علمية مباركة في المستقبل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله.